أخوة المشاركين في هذا الشوط. شكرا سلطان السعيدي. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نتواصل مع تواصل أشواط هذه الفترة الصباحية لنتابع انطلاق شوطنا التاسع لنشاهد ثنايا الإبكار ومنافسات الإبكار والأمتار الثمانية كيلومترات. ماذا تخفي لنا من منافسة ومن اختبار ومواجهات للشعارات الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط الذي يضم يقارب 38 اسم حاضر ومتواجد مشاركا على أرضية ميدان التحدي والتحديات المتواصلة مع سباقنا المحلي الخامس من أول أيام المرحلة الثانية ومع انطلاقات الكبار. لنبدأ مع أول المراكز لنتابع معكم مقدمة هذا الشوط ومن تفتتح النداء والإذاعة زرج على المركز الأول عبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني أتابع تواجد ذهيبة على ثاني المراكز سيف محمد بن دايل النعيمي نقلتنا إلى المركز الثالث لنتابع معكم تقدم الهدى ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. المركز الرابع اللي تسلل أيضا أو تسللت من الجانب الأيمن إلى المركز الثالث تقدم وصول شهرة محمد بن راشد بن علي سلعان المري قادم شعار بن سلعان بمنافساته وبتحديات المركز الثالث ليأتي شعار المسند على المركز الرابع مع تقدم الهدى ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. المركز الخامس أتابع شعار اللورد على خامس المراكز مع انطلاقة راهية لسلمان بن ناصر بن سعيد العيدة مع تقدم أيضا الشعار للمركز الخامس ومع أيضا متابعة حمد بن راشد بن راية من يتابع هذا الشعار بتحدياته وبانطلاقاته. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتنافسة في مسيرة هذا الشوط مع تحديات الكبار وانطلاقات المسافة الثمانية كيلومترات. لنتابع معكم أيضا أمور المقدمة وأمور الصدارة. أول المراكز تواجد زرج على المركز الأول من تنطلق قائدة لهذا الموج المندفع من الثنايا الإبكار ومن هذه الشعارات المندفعة الحاضرة والمتنافسة. تعود ملكية زرج لعبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة وشعار السندباد الغطري بانطلاقة لكن أمور الصدارة تغيرت مع انطلاقة وتقدم راهية الزاهية بانطلاقتها مع هذا الأداء الراهي تحضر راهية سلمان بن ناصر بن سعيد العيدة مقدما أيضا لنا شعاره مع المركز الأول ليتابع المطوع حمد بن راشد بن راية من يتابع أيضا هذا الشعار. المركز الثاني يتابع الشهانية لحمد بن غانب سلطان الهديفي وصلت الشهانية لأول ندى بلحظة تقدم هذا الشعار مع المركز الثاني. المركز الثالث التواجد من قبل زرج لعبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة. المركز الرابع النعيمي مع ذهيبة لسيف بن محمد بن دايل النعيمي مع انطلاقة المركز الرابع. المركز الخامس تواجد الهدى لناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. هذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط. لنعود إلى الكادر الأعلى لنعود إلى الكاميرا الأولى لنتابع الثلاثة الأسماء الأولى الحاضرة والمتنافسة مع المقدمة لنشاهد أيضا هذه اللقطة الجميلة للمركزين الأول والثاني من مخرج هذا السباق علي بن محمد بوشارب وكذلك محمد بن بخيت بن خزينة اللي أيضا يتميزون بإخراجهم وبلغطاتهم وبلمساتهم الجميلة لرياضة الآباء والأجداد ولما تدور من أمور على أرضية ميدان التحدي. كل شاردة وواردة يلتمسون هذول المخرجين
ليستمتع المتابع والمشاهد والعاشق لهذه الرياضة من خلف شاشات قناة الريان، لنتابع مجريات المقدمة، لنشاهد راهية على المركز الأول سبق وأن حققت المركز الأول في سباقين ماضيين، أيضا لتكرر أيضا هذه الانطلاقة المميزة. إذن بالفعل هذه راهية سبق وأن فازت بنقطتين في سباقاتنا المحلية الماضية في نفس هذا الشوط، وتحضر معنا أيضا بهذه الانطلاقة لتكرر الإنجاز، وفي رصيدها سيارة في هذا الموسم، وعلى ما يبدو أيضا في رصيدها العديد من السيارات اللي أهلتها للمشاركة مع سن الثنايا ومع منافسات الثنايا. تعود ملكية راهية لسلمان بن ناصر بن سعيد العيد، يتابع أيضا هذا الشعار حمد بن راشد بن راية من يتابع أيضا هذا الشعار بعملية التضمير، لكن أمور الصدارة انخطفت من قبل الشهنية، السلالة الشهنية الحاضرة، هذه السلالة المندفعة مع المركز الأول، أحد مسميات الطيور الجارحة التي دائما تقتنص الفريسة بانطلاقاتها. تحضر الشهنية وماركة شاهين، الماركة المعروفة لدى الملاك والمضمرين والمنتجين. الشهنية تعود ملكيتها لحمد بن غالب السلطان الهديفي، ينطلق شعار الهديفي على المركز الأول، لكن راهية ما زالت في دائرة المنافسة مع انطلاقة المركز الثاني ومع تواجد شعار العيد عبد الرحمن أو سلمان بن ناصر بن سعيد العيد المركز الثالث، وتابع تقدم ثالث المراكز وقدوم الذهبة اللي تذهب بناموس هذا الشوط إلى أبناء الدوحة مع تواجدها على المركز الثالث. تعود الملكية للسيف محمد بن دايل النعيمي، الثلاثة الأسماء الأولى كما نشاهد بالكادر الأسفل بدأت تنفرد عن بقية الأسماء. المركز الرابع نتابع على رابع المراكز تقدم الزرج عبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة. المركز الخامس وتابع تقدم الدوحة، وصلت الدوحة لأول ندى، وين يا الدوحة الروحة مع الدوحة، شعار المرزيق قادم حمد بن راشد بن عبيد المرزيق المري مع المركز الرابع، وكذلك غدوم وأيضا انطلاق لشعار هجن التحدي مع انطلاقة وتقدم زجلة القادمة بهذه اللحظات، وغدوم شعار بن سالمين القادم باندفاعة شعاره، وكذلك الأسماء الحاضرة أسماء سيل جارف من الثنايا قادمة لا محالة بهذه الانطلاقة، أيضا شعار الغيثاني قادم، والأسماء الكبيرة حاضرة في مسيرة هذا الشوط. لكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى المثلث الذهبي، الأسماء الثلاثة الأولى ومثلث الناموس الذي يضم بأقطابه الثلاثة هذه الشعارات الكبيرة، شعار الهديفي، شعار العيدة، شعار النعيمي مع انطلاقة المركز الأول، لكن الدوحة بدأت تنضم مع أيضا انطلاقة المركز الرابع لتتابع مسيرتها بالانطلاقات قادمة مع شعار المرزيق الحاضر مع انطلاقة الدوحة اللي على المركز الرابع، بدأت تتسلل إلى المركز الثالث إلى المركز الثاني لتتابع انطلاقتها نحو المنافسة ونحو التحديات باستمرارية شعارها وحضوره وتقدمه إلى المركز الأول إلى المقدمة. غيرت مجريات الشوط، قلت لكم الروحة مع الدوحة، لكن العيدة خطير مع انطلاقة راهية وقادمة شهانية. يا سلام يا سلام، بدأت المنافسة، بدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط. راهية بانطلاق الزاهي تنطلق على المركز الأول بأدائها الراهي، تتواجد مع شعار اللورد من يعلن الوجود بمقدمة هذا الشوط مع انطلاقة راهية على المركز الأول. سلمان بن ناصر بن سعيد العيدة، سلمان كينج الميدان ينطلق على المركز الأول، لكن الشهنية الله حلقت
الكرات الشانية أقلعت على المركز الثاني، تقدمت مع تحية الكيلومتر الأخير والشعار الهدافي الحاضر بانطلاقة حمد بن غانم السلطان الهدافي، لكن راهية عصاتها راكدة وامنة في بطانها ما تحركت، للا ما تحركت. هذه راهية على المركز الأول، قادم شعار أيضا المسند مع المركز الثالث، لكن أمور الصدارة اللورد موجود في هذا الشوط مع انطلاقة راهية على المركز الأول لتكرر الإنجاز تلو الإنجاز بعدما فازت في السباقات الماضية وبعدما انتزعت السيارة لتحقق أيضا هذا الناموس الصباحي الجميل وتكرار النواميس المتواصلة ولم تذق طعم الهزيمة في هذا الموسم. هذه راهية بانطلاقتها واندفاعتها نحو ناموس أيضا هذا الشوط وخط النهاية، يرحب بقدوم راهية والحزام الأخضر مع تواجدها مع تقدمها ومع تواجد شعار العيدة، وللمعلومة عصاتها ما زالت ببطانة، لكن المسند الله حرك لنا راهية ما شاء الله تبارك الله. هذه راهية ولحظة قدومها إلى خط النهاية، وخط النهاية يقف حبا واحتراما لراهية وشعار راهية ليعانق هذا الشعار للحظة وصولها خط النهاية. قلت لك مطوع يتابعها بعملية التضمير، مطوع أيضا مطوع السعايد في عالم التضمير حمد بن راشد بن راية. التهاني والتبريكات. المركز الثاني وصلت خطوط أو مضايا لناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. المركز الثالث كان الوصول من قبل جزيرة الأسعود بن صالح بن حمد القمرة. المركز الرابع كان الوصول من قبل الصايلة لناصر بن عبد الله بن خليفة العطية. المركز الخامس وصلت سلاب لعبد العزيز بن جر الله بن حمد بن سالمين. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، لنتابع راهيه والحصول على خط النهايه 12 دقيقه 43 8 زمن الثانيه. التهاني التبريكات نزفها لسلمان بن ناصر بن سعيد العيده، والتهنئه لحمد بن راشد بن راي على هذا الفوز المستحق المركز الثاني. وصلت مضايا 12 دقيقه 46 جزء واحد من الثانيه. التهاني التبريكات نزفها لناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند المركز الثالث. كان الوصول من الجزيره وأول نداء لها على خط النهاية، أخرتها يا بن قمرة يا بن جهويل. 12 دقيقة 27 ثانية 9 زمن الثانية. التهنئة لفكرة سعود بن صالح بن حمد القمرة، والتهنئة لحمد بن سالم بن جهويل على هذا الفوز المستحق.